أنا ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية. انتظروني في الملتقى العاشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة يوم 16 نوفمبر 2020 تحت عنوان الاستثمار المسؤول، بوابة التعافي والعبور من الأزمات. إن شاء الله هشارك في الجلسة الأولى تحت عنوان الإسراع في تنفيذ خطط التنمية المستدامة. هنتكلم على الآليات المتاحة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي. في انتظار حضوركم إن شاء الله.